بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 49. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، ما زال الاقتباس من فتاوى حبر الأمة وإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعتبر هذه الحلقة امتدادا للحلقة السابقة في بيان منهج القرآن ومنهج أتباع فلاسفة اليونان من المناطقة والمتكلمين في إثبات العقائد والتوحيد. قال رحمه الله: والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي والمنهاج الصابئ الفلسفي وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره، فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل له، وذلك فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر. وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. والغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي تصير إليه الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما أمر مضر. قال رحمه الله: ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان، أي من أسمائه سبحانه، ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. قال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء. قيل لابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، وصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب قد حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو القرآن، إلى أن قال: فإذا كان الحق الحي القيوم هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقه. كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله القائل إنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا، فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكل علم فلا بد له من هداية، كل عمل فلا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه، ولا يستنصر إلا إياه. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. فهذه هي الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. وأما الطريقة الفلسفية
الكلامية، فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفزعون إليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما، وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل العلم إلا بها، إلى أن قال: وهذه الطريقة فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ثم إنه يفوت بها من المقاصد المحمودة ما لا ينضبط، وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء، ولهذا لا يتفق اثنان رئيسان على مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوث العالم طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام، ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. وأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والفرقان من طريق الجهل والنكران. انتهى كلامه رحمه الله باختصار، وحاصله أن طريق أهل السنة وأتباع الرسل البداءة بعبادة الله والدعوة إليها قبل كل شيء، لأنه سبحانه معروف بالفطر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بطريقة كلامية. وأما طريقة الفلاسفة والمتكلمين والمبتدعة فهي البداءة بالاستدلال على إثبات وجود الرب أولا، ثم إثبات الرسالات، كأنهم لم يعرفوا ربهم قبل ذلك، تعالى الله عما يقولون: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا يقول أهل السنة وأتباع الرسل: إن أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له، ويقول علماء الكلام: إن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال لإثبات وجود الله. ثم ما هي طرق النظر والاستدلال عندهم؟ إنها طرق ملتوية مختلفة متناقضة لا تؤدي إلى نتيجة تامة، ثم هي مخالفة لدعوة الرسل، حيث إن الرسل أول ما يبدأون به الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لم يأمروا بالنظر والاستدلال أولا. والله المستعان، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.